دار على باتريك فابيانو، يعني هو بعيد الحقيقه في الى الجوله. بيحاول المرمى ناصر زويد، بيلعب كره عرضيه حلوه بتمر، لكن بلعلي كرم كره ملعوبه الى سالميه، ضاغط السالميه في هذه المرحله، ومع دخول باتريك فابيانو اللي يتركها الى مبارك لفني. ضغط السالميه، اذا استمر السالميه بهذا الضغط ممكن يسجل هدف التعادل. باتريك فابيانو ناحيه اليمين، الى عديد مجمد المساند ناحيه اليمين، وهذه كره عرضيه، لكن تلاحم ما بين اللاعبين، ترجع الكره مره ثانيه باتريك فابيانو بيحطها بالمرمى، لكن بيشيلها السادات الصيفي ناحيه اليمين، يلعب كره عرضيه، هذه خطره. بوريس بونياك يحتج وغير راضي. هل يعدل السالمية؟ لكن في قرار عكسي. بيانو ترجع الكرة لصالح السالمية، ينقلها لكن تسرع فيها، ينطلق ناحية اليسار، بيلعب كرة عرضية، هذه خطرة. الله، ما قلت لك عزيزي المشاهد والمشاركة لفابيانو بارك، وأيضا محمد زنيفر بديل عن زميله الآخر عبد المحسن تركماني. سالمية بالانطلاقة في الجهة اليمنى، بيصل لعبها، بيحصلها ولا لا؟ والحارس طالع من مرماه، وين يستمون جول؟ هل يعود الشباب كما عاد في الشوط الأول من المباراة من خصم التحكيم اليوم مع تقنية الفار في أول مباراة لطاقم تحكيم كويتي كاملا؟ لم يستعن الاتحاد الكويتي كرة القدم في التقنية من خارج البلاد، اليوم ابن البلد خلاص رجع دفاع الشباب وانتهت، وهذا كان ممكن يكون هدف خامس يريح فيه تماما السالمية. فابيانو يسدد لكن بيد أليكس ليما، هدفين، عدي الدباق ومبارك الفنيني هدف. العربي الله، نفس الشيء الانذارات، هذه كره من نايف زويد لكنها مقطوعه بشكل صح. عن المباراه البرازيلي مهاجم نادي الشباب، وهذه كره تتمرر سريعه لابته بشماله، وهنا فابيانو يتقدم، فابيانو ينطر لاعب بيلعبها هناك السماج، ممكن السماج يحصلها ولا لا؟ لكن فواز العتيبي، فهد مرزور بشري، عدي الصيفي لاعب شباب الاردن سابقا، هذه محاوله راسيه لكن بتمر الى خارج يسار الى الهدهود، تنقل هذه الكره عاليه للامام، كره باتجاه فابيانو لكن التغطيه من جانب ميثم جبار يكسب مصلحه الرهيب السماوي. الرهيب يحاول ان يسجل هدف، يقتنص هدف مبكر حتى تعود له امال التاهل لدور ال 16. كره في متسع من الوقت، قادر السالميه على ان يقلب الامور، هذه كره ومحاوله باتجاه فابيانو لكن التغطيه من ميثم جبار، كره. وطبعا بعد هذا اللقاء نادي مولودي الجزائر يلعب امام الفار العماني في مباراة الذهاب على ملعب 5 جويلي، هذه كرة عند عدي الصيف انطلق فيها، يلعب لكرة بينية خطيرة، والثانية فابيانو. يا فابيانو غريب الكرة من هناك عند اللاعب مبارك الفنيني، محاولة المرور فابيانو، فالها كرة طويلة، الاعتماد على عدي الصيفي، كرة بيخلصها دفاع، بتعود هذه الكرة، فابيانو بيحاول، فابيانو مر، فابيانو تأخر فيها، وبالتالي مقطوع الكرة من أمام في الجهة اليسرى، محمد الهدود يلعب كرة للأمام، استلمها فابيانو، يحاول فيها فابيانو، هناك فواز العتيبي يقاتل على هذه الكرة، أيمن حسين، يعود أيمن حسين الكرة إلى فابيانو، استلمها فابيانو، مر فابيانو، يكسب خطأ، نعم كان هناك، وأيمن حسين. هذه تشكيلة الصقور، لكن ماذا عن تشكيلة الرهيب السماوي الذي بدأ المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى نواف المنصور، رباعي الدفاع مساعد لعنزي، مساعد ندى، أليكس ليما، لا سيما وأن الشوط الأول لم يسدد أي تسديدة للمرمى، لم نشاهد أي محاولة خطيرة على مرمى قدم في وسط الملعب، تشعر بأنه لاعب كرة قدم. فواز العتيبي، تصل هذه الكرة، فابيانو قال عراق الفن، عراق الأدب، عراق الشعر، عراق دجلة والفرات، نتمنى أن يعود العراق ويعود الإسلام.
تنقل هذه الكرة للأمام، محاولة سيطر هذه الكرة فابيانو البرازيلي. فابيانو يحاول حتى مكانه لبدر السماك، عالية للأمام هذه الكرة باتجاه فابيانو، لكن وضعية تسلل على منتخب الأردني. هذه كرة عالية للأمام، الكرة سهلة عند حارس المرمى محمد صالح. كرة عالية للأمام، تمشي هذه الكرة لفابيانو أو عدي. هذا باغ انطلق في هذه الكرة، عدي يحاول فيها عدي، لكن ما زال ينتظر المساندة عدي. هذا باغ يعود للخلف. أستطيع أن أقول بأنه هذه محاولة، لكن بتعدي بتمر إلى خارج أرضية الملعب. للأمام إلى فابيانو، ينتظر المساندة فابيانو. فابيانو سهل الكرة في يد حارس المرمى محمد صاد. الكرة من هناك باتجاه فابيانو، ينتظر المساندة فابيانو، واحد على واحد مع مصطفى محمد. فابيانو مر تقدم، ما زال يحاول فابيانو. فابيانو يعود للخلف، الكرة وصلت لسويدان.